دوري في جرادة مالحة هو واحد الممرضة. العالم ديال جرادة مالحة عالم غرائبي شوية، ما غنقولوش بعيد عن الواقع، ولكن غريب علينا احنا كيفاش دريس تصور. دونك حتى الممرضة اللي انا كان شخصها ماشي ممرضة عادية، ما يمكنليش نزيد على هكا باش نخلي في الحقيقة باقي ما عنديش، ما سبق ليش تعاملت مع الام بي سي 5. زين بيان سور كاين، غادي يكونوا فرص اكثر للعمل، غادي يكون وفرة في الانتاج. مزيان. انا عندي التمثيل والغناء بحال عينيا بجوج، ما نقدر نستغنى على حتى وحده فيهم، صوف كان بخيله شويه في الغناء، يمكن حين تخدعني التمثيل اكثر، ولكن باقي الحلم باقي. على حسب اش من جمال كنهضروا عليه. انا الجمال بالنسبه لي هو جمال الروح، جمال الدواخل. بحال الجمال الخارجي بيان سور، الله جميل يحب الجمال، نبغيو نشوفوا اي حاجه جميله، ولكن سورتو بالنسبه للانسان كيبقى الدواخل هي اللي كتخرج ديك الداخل فيه نور وفيه حياه وفيه جمال. راه كيما بغى يكون الشكل ديالك غتباني جميله. انا كنظن الذكاء ماشي غير الجمال، الذكاء اكثر. الا كانت البنت او الولد ذكي فكيعرف كيفاش يصوب حياته. الحياه ما يمكنليش نقولها في خلاصه، ولكن نقدر نقول حاجه واحده، قد ما تقاليتي توزني اكثر. غنقول لهم بفضل الله ورضات الوالدين وبفضل الحب ديالهم باش انا موجوده وباش متواجده في الميدان الفني. كنتمنى نبقى عند حسن ظنهم وما نخذلش ديك الصوره اللي عندهم عليا سيتو.